الخير شلونكم؟ لا ما هاي بالسطح، هاي حديقة فوق الجبل، هي البيت طابق الثاني واكو طابق ثالث، الارض جوه، هاي كل يعني يصعد على الجبل البناء يصير. هاي البيوت كلها بانية فوق حدائق. فشنو مسوين الفكرة؟ مسوين هاي الخيمة، بعدين مسوينها جلسة عربية. شلون قاعدة حلوة، يعني بالشتاء دافية وبالصيف باردة، تلفزيون وقاعدة وقهوة وريوقات. شي عجبة واحد بقى الأفكار الحلوة، بقى الورد هذا الطبيعي اللي يبقى بعد السنة أجي هم نفسه. شوفوا شلون فكرة حلوة. هاي فوق، بس أنزل درج. شلونكم على هاي الفكرة الحلوة؟